أعزائي المصممين، إزيكم؟ في درس النهاردة هنكون بنتكلم عن موديلنج لمكتب بالكامل. المكتب ده هيكون قابل للتنفيذ، يعني إحنا هناخد بالنا من كل الأبعاد، من كل التفاصيل. لو في تعشيقات، لو في أي حاجة هناخد بالنا منها وهنرسمها بالأبعاد الأساسية بتاعتنا، ونشوف إن إحنا هنقدر نإكسبورت الكلام ده إزاي بحيث إن هو يقدر إن هو يوصل لمرحلة الإيه؟ الإنتاج. المكتب هيكون بسيط، لكن البروسيس بتاعت الموديلنج هنقابل فيها حاجات كتير متغيرة، فتابعوا معايا. طيب، أول حاجة هبدأ بيها إن أنا هحدد الشكل بتاع او الكتل الابعاد الاساسية بتاعة المكتب بتاعي. يعني المكتب هيكون مثلا عندي الواجهة بتاعته 36 في ارتفاع 70 سنتي، يعني هيكون جزئين بنفس الشكل كده. انا طبعا هنعمل حاجة كروكي الاول كده بس من قطاع جانبي بحيث ان انتوا تشوفوها، تكونوا برضو متخيلين معانا البروسيس واحنا شغالين كده. وهيكون في فوق هنا ايه التيبل او القرصه بتاعت الايه المكتب نفسه. طيب، احنا زي ما قلنا احنا عايزين نخلي فيه ريفرنس جنبنا هنا اهو، ده هيكون موجود عليه الابعاد اللي هي هنا 36، ارتفاع اللي في الجنب هيكون ايه 70. طبعا احنا بنرسم بنستخدم التولز وبنبدا ان احنا ندخل الايه الارقام بتاعتنا. طيب، انا محتاج ان انا اعمل لده اوفست، فانا هبدا ان انا اضغط اوفست. الاوفست ده هخليه للقطاع الداخلي بس، انا هدخل القيمه اللي هي بتاعت سمك الخشب الاساسي بقى بتاعنا. انا في الحاله دي هستخدم سمك خشب 1.5 اللي هو ممكن يكون مثلا كونتر طبقات، تمام، على حسب بقى نوع السمك اللي موجود، ممكن يكون 16 مللي، ممكن يكون 18 مللي، ممكن يكون 12 مللي، فعلى حسب سمك الخشب اللي احنا هنستخدمه نبدا بناء عليه ندخل الايه الابعاد نفس الشكل الايه الاتي ده كده. طيب، انا بعد ما دخلت الابعاد دي كده هبدا ان انا اقسم الدراج اللي موجود عندي. فانا هبدا ان انا اضغط من النقطه الاولى دي كده، بعدين هضغط 10 سم، الدرج الاول يبقى 10 سم، واضغط كده اهو. انا كده كاني برسم 2 دي بس ده هيكون الريفرنس بتاعي وانا شغال. طيب، انا عايز اعمل 10 سنتي كمان، فانا ممكن بدل ما ارسمه تاني اخد اداة كوبي من الجنب من هنا زي ما انتم شايفين، وهبدأ ان انا اخد النقطة دي واقول له كررها لي هنا. هل هكرر بنفس الشكل؟ لا، هبدأ ان انا اجي اهو من النقطة دي كده، انا عايز 15، هبدأ ان انا اضغط اهو 15، وانا ضاغط شيفت يعني عشان نحدد الخط مثلا ان هو يبقى مستقيم، بضغط شيفت زي ما انتم شايفين ادي التأثير بتاعها. فباجي اضغط شيفت بنفس الايه برضو نفس دي، الدرج ده عايز اكرره كمان مرة. طيب، بس كده يبقى انا كده قسمت التقسيمات الاساسية. الدرج الاخير هنسيبه على نفس الشكل او المنوال ايه الاساسي اللي موجود عليه. طيب، واحنا بنعمل بقى الابعاد بتاعت الشكل او الكتلة بتاعت الشكل في حاجات مهمة لازم ناخد يعني بالنا منها جدا. طيب، في الاول تعالوا نبدأ ان احنا بنفس الشكل ده كده اهو نحدد الابعاد الاساسية اللي احنا اهو دي كده 10، بحيث ان هي برضو تبقى باينة معانا كل خطوة بخطوة. طبعا دي قبل ان هي تتغير، يعني على حسب الديزاين اللي انتوا تكونوا شغالين عليه تقدروا ان انتوا ايه تغيروها. طيب، نفس الشكل كده، دي ابعاد بتاعت الكتلة بتاعتي. طيب، انا هبدأ ان انا اجي هنا من المنتصف اهو المد، وهبدأ ان انا اشد خط نفس الشكل اللي اتي ده كده. الخط ده انا هخليه علشان المقبض. طيب، فانا عشان اخليه عشان المقبض فانا محتاج ان انا اكون عامل فتحه كويس، فانا هخلي مثلا الفتحه دي سمكها 3 سم اهو نفس الشكل الاتي ده كده اهو. مثلا ممكن نقول ان الفتحه يعني تقريبا هنا، تعالوا كده برضو نرفع المقاسات نشوف المنطقه دي قد ايه ونحاول ان احنا نستخدم ارقام صحيحه. 7.5 ماشي، مفيش مشكله ان الفتحه تكون يعني 15، بس احنا برضو عايزين حاجه تكون مناسبه للايد وعلى حسب احجام وايادي مختلفه، فاحنا مش عايزينها تكون صغيره قوي مثلا زي 10 سم ان ايدك تدخل فيها بالعافيه، فاحنا ممكن نخليها على يعني 12 مثلا، 12 سم اعتقد هتكون مناسبه ان احنا نقدر ان احنا نفتح الفتحه بتاعت الايه الايد. فانا هبدا ان انا امسح دي كده، يبقى انا عندي هنزل 3 سم، 3 سم بنفس الشكل ده كده اهو، وهبدا ان انا اجي هنا 6 سم. ده كده لحد دلوقتي كاننا لسه بنرسم ايه كات، اللي هو بنرسم مسقط ثنائي الابعاد، بس ده مهم جدا لان ده الريفرنس اللي احنا هنشتغل عليه. طيب، عملت ميرور بحيث ان انا اقدر ان انا اشوف. طيب، انا الفتحه دي عايزها تكون يعني جايه بنفس الشكل ده كده، يعني ان هي تكون ايه مرنه، ما يكونش مثلا في اي اجزاء مضيقه عليها، بحيث ان الفتحه تكون يعني مناسبه للايه للايد بقدر الامكان. نفس الشكل ده كده اهو، ممكن احنا نغيرها كده، تعالوا نديها ميرور، احنا بنرسم برضو اشكال اساسيه بحيث برضو نكون متابعين. طيب، الرسمه دي لما نيجي ننفذها ننفذها ازاي؟ ممكن نطبعها على ورقه ونقص عليها الايه الحاجه الاساسيه بتاعتها، لكن احنا دلوقتي محتاجين ارجع خطوتين اهو، ده وده نفس الشكل كده،
ممكن احنا نضغطها بسيط كده اهو، بحيث انها تكون ايه مناسبة اهو كده. طيب، وهبدأ ان انا اشيل الزيادات عشان اتأكد ان انا ما يكونش عندي ايه اجزاء يعني مش لامسة لبعضها. هضغط أداة تريم، نفس الشكل اللي قلت كده، بكتبها من على الكيبورد. هبدأ اسلكت الكتلة اولا كلها، لان اضغط تريم، اجي على الاطراف دي كلها وابدأ ان انا امسح الايه الزيادات. والكتلتين اللي احنا عملناهم هبدأ بنفس الشكل كده ان انا ايه امسحهم، وادي الخط كده مش محتاجه. هاجي على الكتلة دي بقى اعمل لها جوين، وهاجي بالكوبي، بس قبل ما اجي من الكوبي هبدأ ان انا اضيف لها خط هنا، وهنعرف ايه ضرورة الخط ده دلوقتي اهو كده. وهبدأ ان انا اعمل للشكل كله جوين، وهبدأ ان انا اجي من هنا خدت كوبي. ليه اخدنا النقطة دي؟ عشان اقدر ان انا احرك الشكل نفس الشكل الاتي ده كده، اقدر ان انا ايه اكرره اكتر من ايه من باترن. الباترن دي ممكن تكون اي شكل، انا دلوقتي بس مجرد ان احنا حاطين حاجة عشان بس نوضح الايه البروسيس اللي احنا شغالين عليها، لكن هي ممكن تترسم بالابعاد بالملي مثلا، ناخد ريفرنس من صورة مثلا ونرسمها. ممكن برضه اوريكم الجزء ده بحيث ان هي تكون حاجة دقيقة مش مجرد ايه يعني شكل وخلاص. طيب، بعد ما عملنا كده واحنا عارفين ان انا عندي السمك الاساسي هو 1.5 للخشب، طيب هنحتاج بقى نبدأ ان احنا نرسم بقى من التوب بلان نفس الشكل الاتي ده كده. انا محتاج ان انا ارسم القاعدة بتاعت الشكل. والله القاعدة بتاعت الشكل، عشان دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نرسم بقى الايه الثري دي موديل بتاعنا. القاعدة بتاعت الشكل هبدأ ان انا ارسم مربع، بعدين احنا عارفين ان القاعدة عرضها 60 في كام؟ في 36، يعني ادي 60 في 36، ده شكل الايه القاعدة بتاعنا. طيب، بعد ما خلصت كده هل انا هسيبها على نفس الشكل كده؟ لا، احنا محتاجين بقى كل جزء احنا بنخلصه نروح جايين عاملين رفع على طول. يعني ايه رفع؟ يعني انا هاجي على اكسترود من هنا، وهبدأ ان انا اختار الكلوزد بلانر كيرف، هبدأ بنفس الشكل كده واروح جاي مديله 1.5. يبقى انا هو كده اداني سمك لللاين او الحاجة اللي انا رسمتها دي 1.5. تعالوا كده نرسم او نخلي الوضع بدل البرسبكتيف مثلا شيدد، فزي ما انتم شايفين هو كده رسم لي قطعة الخشب اللي هي الايه القاعدة بتاعت الايه الشكل بتاعي. طيب، دي القاعدة، وهيكون برضو اهو تعالوا كده ناخد على السايد فيو بقى، ده اللي انا كنت بقول لكم عليه ان احنا ممكن نشتغل من ريفرنس. يعني اهو مثلا انا هخلي ده كده، واهو هخلي ده مثلا كده. ده مش ضروري طبعا ان احنا نعمله، بس ده عشان نكون مرتبين الحاجة وبرضو انتوا شايفين كل الايه التفاصيل. انا مثلا حطيت ده كده اهو، يبقى انا كده القاعده، انا كده رسمت اول جزء عندي من الايه من الديزاين. طيب، انا هاخد كوبي، ممكن ناخد كوبي طبعا زي ما قلنا باداه الكوبي من هنا، وممكن ان احنا ناخد بي الت واشد بنفس الشكل الاتي كده، بس اتاكد ان الالت اتضاف وابدا ان انا اشد زي ما انتم شايفين بياخد الايه الاجزاء بنفس الشكل الاتي كده. بس ده مش اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، انا عايز بس اشد خط. انا بحاول بقدر الامكان ان انا اخلي الحاجه منظمه بحيث ان هي تكون واضحه. انا هاخد من النقطه دي كده اهو كوبي نفس الشكل الاتي كده، وتعالوا نتشيك هنا. يبقى احنا كده رسمنا الجزء بتاع الايه العلبة من فوق ومن تحت. طيب، هنبدأ بقى في المسقط الجانبي، ان احنا نحدد القطاع الجانبي بقى اللي هيقفل معانا. طيب، فانا هبدأ ان انا اجي اهو بالاداة اللي هي الانوتيشن عشان اعرف الايه المساحة. طيب، انا عندي هنا 60، الستين دي عايزين ننقص منها 1.5 اللي هو هيكون هنا، هيكون في اللي هو جزء خفيف كده. لا، تعالوا كده نرجع جزء بنفس الشكل الاتي ده كده اللي هو ايه الخشبه بتاعت الايه الظهر، برضه عشان تكون متعشقه كويس وفي نفس الوقت ماسكه الشكل كله بشكل كويس. طيب، فانا ده معناه ان انا عندي هنقص من ال 60 1.5، ده بالنسبه للجزء بتاع الايه العرض. طيب، بالنسبه للجزء بتاع الطول تعالوا كده على طول نحسبه، هنلاقي ان هو 7 و60. فده معناه ان انا محتاج ان انا ارسم بوكس اهو، هيبقى 6 7 نفس الشكل الاتي ده كده، وال60 هننقص منها هيبقى 5 8.5 اهو بنفس الشكل ده كده. تعالوا كده برضو ان احنا نجيبه اهو، هنعمل الروتيشن نتأكد برضو من الحاجة دايما طول ما احنا شغالين، عشان ممكن يحصل اي خطأ في الابعاد فنكون ايه يعني واخدين حذرنا دايما واحنا ايه شغالين. ادي اهو من البرسبكتيف، هديها اكسترود بقى سمك كام؟ 1.5، ادي 1.5 ده اللي هو السمك بتاع الايه الخشب. هاجي اهو من نفس النمط اللي لقيت ده كده، وهعمل موف نفس الشكل، وهحدد المكان بتاعه اهو. تعالوا كده بقى نرجع على ال 3D نبص كده على العلبة اهو،
فزي ما انتم شايفين احنا سايبين واحد ونص هنا لايه، للظهر، الظهر بتاع الايه، الديزاين. طيب انا ممكن ابدا ان انا اجي من الشكل بنفس النمط الاتي ده هنا كده، وعشان احنا عايزين نعمل دايفرستي ممكن نعمل طبعا كوبي، بس انا هاجي هنا هعمل ميرور بنفس الشكل الايه الاتي ده كده. يبقى انا كده رسمت كده الايه، العلبه، ناقص الظهر بتاع الايه، العلبه. طيب انا بقى عشان نحسب الظهر بتاع العلبه، طيب تعالوا كده بقى نشوف الارتفاع والعرض. فانا عشان اشوف الحاجات دي كلها المساقط بدات ان هي توضح لي حاجات كتير جدا، فده معناه ان ادي اهو لو انا جيت مثلا انوتيشن، فانا ادي العرض بتاعي 36، الطول بتاعي اللي هي المنطقه من هنا لهنا اللي هي اوريدي احنا عارفينها ان هي كام، 67. يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا ارسم اهو 36 في كام، 67، 6 7. وبعد ما نخلصها هنروح جايين عاملين لها ايه، اكسترود على طول عشان نديها سمك الخشب اهو من اي مسقط، واروح جاي مدخل القيمه اللي هي بتاعه سمك التعشيق بتاع الخشب نفسه اللي هي ايه، 1.5. طيب بعد ما اخدناها بنفس الشكل الاتي ده كده، هنعمل اهو من الجامبل بتاعنا هعمل لها روتيت. طبعا الاسهم دي لو مش ظاهره عندنا هنفعل الايه، الجامبل من تحت من هنا، تمام. طيب وهبدا ان انا اجي كده اخد لها موف نفس النمط وبنفس الشكل الاتي ده كده اهو، وهحطها بنفس الشكل. يبقى انا كده قفلت الايه، العلبه بتاعتنا بالظبط. العلبه دي هتتكرر دلوقتي عشان نعمل بيها المكتب، بس دلوقتي عندنا جزء مهم بتاع الايه، الدروب. طيب احنا عشان عايزين نظبط الشكل بتاع الفتحه بتاعت الايد، فتابعوا معانا احنا نعمل سبيد اب للجزء ده. هنستخدم ريفرنس من على النت اللي هو شكل المقبض، ونبدا ان احنا نرسمه بحيث ان احنا نوصل لاقرب حاجه ايه متخيله. فانا هبدا ان انا عشان ادخل ريفرنس هبدا ان انا اجي هنا اد بيكتشر نفس الشكل الاتي كده، هدخل الصوره دي على كنترول، لا كنترول زد، ادخل الصوره اهو. وتابعوا معانا بقى هعمل لها طبعا سكيل عشان ارسم فوقيها واتاكد ان هي مظبوطه نفس الشكل ده كده اهو. طيب بعد ما رسمنا زي ما انتم شايفين كده ده الشكل اهو، احنا كده كأننا عملنا حاجة سريعة جدا، خدناها من ريفرنس وبدأنا ان احنا نضيفها بس عشان تدي ان هي ايه، تكون شكل كويس. فدي الابعاد بتاعتها اهو، غير الابعاد اللي احنا استخدمناها، احنا كنا مستخدمين عرض 12، اسمع علينا مفيش مشكلة اهو. هبدأ ان انا اخد الشكل ده كده بقى اهو، بس الاول تعالوا نضم الاطراف الخارجية. يعني احنا لا احنا عايزين نعمل تريم عشان برضو ما يضايقناش يكون في حاجات كتير قوي موجودة اهو، احنا عايزين نمسح ده خالص ونعمل له في الاخر ايه، هنسلكت كله ونعمل جوين. يقول لك مش عارف ايه، ماشي اهو. هبدأ ان انا اموف واحطها بقى في الايه، في المنتصف برضو عشان تكون مديه الشكل بالتفصيل. نفس الموضوع اللي احنا اشتغلنا عليه ممكن نستخدمه عادي مفيش مشكلة، لكن ايه طالما احنا بقى بنحاول ان احنا نعمل حاجة دقيقة وموديلنج مظبوط، فده هيساعدنا كتير ان احنا نعمل ايه كده. ادي اهو كده، وهبدأ ان انا اجي بالكوبي على طول من المنتصف، 1 2 3 4 5. فزي ما انتم شايفين كده، كده المسقط الجانبي بتاعنا بقى ايه، مظبوط. في بقى حاجة مهمة جدا احنا هناخدها دلوقتي عشان هتريحنا من حاجات كتير قوي. هبدأ ان انا اجي نفس الشكل اللي احنا شفناه ده دلوقتي، احنا مش مجرد بس بنرسمه الريفرنس، لا بالعكس ده هو هيساعدنا في اجزاء كتير جدا. فانا هاخد منه كوبي، هبدأ ان انا امسح الاجزاء اللي انا مش عايزها، هنشوف دلوقتي احنا هنعمل بيه ايه. فانا بدأت ان انا نمسح كده اهو، والاوفست من بره احنا مش عايزينه، لكن احنا عايزين الشكل ده ناخده نعمل له ايه، اكسترود. طيب فانا هبدأ ان انا اجي على نفس النمط ونفس الشكل اللي موجود قدامنا ده كده، وهبدأ ان انا اجي كده اعمل ايه، اكسترود، واديله سمك كام اللي هو سمك الخشب بتاعنا، 1.5. تعالوا كده بقى نبص كده الشكل اللي طالع معانا بالظبط، ده كده شكل الايه، الادراج اللي موجودة. احنا هنديليت ده
ماشي، عندنا كتلة من فوق ما ظهرتش، ده معناه ان ما كانش او الانترسكشن ما كانش مظبوط. دي ممكن نعمل لها ازاي؟ حاجة بسيطة جدا، هاجي اعمل اكسترود اهو وهدي سمك طويل قوي ليها وهعمل كتلتين، افرغ كتلتين من كتلتين عادي مفيش اي مشكلة. هاجي عند السوليد، هو تقريبا فيه تلامس فهنشوف السوليد هيظبط ولا لا، وهاجي اقول اللي هي ايه، اي حاجة من الادوات دي ممكن هي تنفع يعني. ممكن البولين سبليت اهو، اضغط واحد واضغط التانية واعمل ديليت لده واعمل ديليت لده زي ما انتم شايفين اشتغلت ايه معانا. يبقى دي الواجهة بتاعت الايه، الدراج بتاعتي. طيب احنا كده رسمناها في خطوة سريعة جدا، احنا ممكن طبعا احنا نرسمها كل جزء لوحده. طيب واحنا طبعا احنا هنحتاجها جزء كل جزء لوحده ليه؟ عشان لو في درج مثلا هطلعه هدخله مش عارف ايه الكلام ده كله يكون واضح معانا برضو في الايه، في ال 3 دي موديل، مش ان الواجهة كلها اقدر ان انا اجيب الايه الحاجة بتاعتها. فده ممكن نعمله ازاي بقى عشان نفصل الاجزاء دي كلها؟ ادي اهو، تعال نشوف الكتلة دي موجودة فين. ماشي، بنفس الشكل اللي كده، هاجي هنا وهاجي هختار حاجة اسمها السيرفس، ده سمك يكاد يكون يعني مفيش خالص، اللي هو سطح بسيط، وهعمل موف هاخده من اي نقطة لحد هنا اللي هي نقطة التقاطع الانترسكشن، وهروح جاي اعمل له كوبي. ادي اهو كل انترسكشن اللي هي نقطة التقاطع يعني نهاية الدرج هحطه فيها بنفس الشكل الاتي ده كده زي ما انتم شايفين كده اهو. بقت الايه التقسيم، طبعا زي ما قلنا نقدر نرسم كل درج بشكل منفصل طبعا عشان احنا بنحاول ناخد كل الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا نشتغل بيها وكل الايه الطرق المختلفة. وهبدأ ان انا اجي اروح جاي عامل اوردر اسمه ايه سبليت، هيقول لك سيلكت الاوبجكت اللي انت عايز تعمل له سبليت، وهيقول لك سيلكت الكاتنج اوبجكت، اروح جاي عامل سيلكت لكل الايه الاجزاء دي كلها، وهعمل ديليت زي ما انتم شايفين كل جزء لوحده بقى ايه موجود معانا. طيب هبدأ ان انا اخد الاشكال دي كلها كده، وهنبدأ ان احنا نيجي على موف، ادي اهو نفس الشكل ده كده، وهبدأ ان انا احطه في المنطقة دي كده بالظبط. يبقى انا كده عندي الاجزاء بتاعت الايه المكتب. طيب هل احنا كده فعلا خلصنا الديزاين بتاع المكتب بالافراد بتاعه؟ لا طبعا، احنا لسه عندنا الادراج. فانا هاخد نموذج مثلا من درج واحد ونبدأ ان احنا نشتغل عليه نديزاين الايه النموذج ده بشكل كامل. طيب او ممكن احنا نكرره يعني برضو على حسب، هنشوف يعني. لو هبدأ ان انا اجي كده اهو، ده كده مساحة الدرج بتاعتي. طيب مساحة الدرج احنا عارفين ان هي كام؟ 10 سم. طيب كلام جميل جدا، وهبدأ ان انا محتاج الابعاد بتاعتي، دايما مهم قوي واحنا شغالين نكون عارفين الابعاد بتاعتي 33 سم. يبقى انا دلوقتي عايز ارسم بوكس، البوكس ده كام؟ 33 سم في كام؟ في 10 سم، ده الدرج. سيبكوا بقى من الايه من الكت اللي احنا عاملينه في الدرج ده، احنا عايزين كتلة دلوقتي. طيب دي الكتلة، تعالوا بقى ناخد من المسقط العلوي. طيب الدرج ده هيبقى جاي لحد فين؟ يعني هو هنا هيبقى مكمل، هل هيبقى لامس اخر حاجة في الدرج، ولا مثلا ممكن ان احنا نسيب ايه يعني مسافة صغيرة للايه للدرج؟ طيب فده معناه ان انا عشان ارفع المسافة، طيب فزي ما انتم شايفين اهو، انا مثلا هاجي اسيب من هنا مثلا مسافة تكون مثلا 3 سم مثلا، مش عايز الدرج يوصل لاخر، نقدر ان احنا نوصل الدرج للايه للاخر ان احنا ناخد المسافه كامله. لكن انا دلوقتي مثلا هقول مثلا هسيب 3 سم مثلا ايه يعني نسبه ايه خلوص. طيب وهبدا ان انا اجي من هنا ده كده اهو المسافه دي لحد بدايه الايه الدرج من هنا اللي هي كام، هيبقى 54 سم. 54 دي في مقاس الدرج كام الداخلي؟ 33. هيبقى انا عندي محتاج ان انا اعمل بوكس 54 سم في كام؟ في 33 سم. طيب يبقى نفس الشكل الاتي ده كده، ده شكل الايه الدرج من الايه من التوب بلان اهو. يبقى انا مثلا عندي ده المسقط، تعالى كده نركب دول على بعض اهو عشان برضو نكون متخيلين ايه اللي احنا بنعمله اكتر. نفس الشكل ده كده اهو، لو احنا بنحاول ان احنا ايه نجسد الابعاد بتاعت الايه الشكل. طيب طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم ناخد بالنا منها واحنا شغالين، ان انا هستخدم ايه جوه الدرج نفسه. يعني انا لو هستخدم مفصلة ضروري اعرف مسافة المفصلة دي من قد ايه عشان اعرف احدد الافراد بتاع الكتلة اللي ايه في المنطقة دي هنا كده. انا في الحالة دي هستخدم خشب، يعني مش هنستخدم مفصلات، هنعمل مفصلة من الخشب نفسه، نعمل لها تعشيق ونبدأ ان احنا ايه نشتغل عليها. تمام، لكن الطبيعي طبعا ان احنا نركب ايه اللي هو الايه السحاب او اللي هو مثلا ايه المفصله اللي هي بتكون بتطلع من ايه من بعضها.
بحيث ان تطلع لي الدرج بشكل مرن واسهل، وفي نفس الوقت هي عمليه جدا عن ان احنا نكون ايه خشب. لكن انا هحط الخشب بحيث ان هو ان احنا نشوف كل التفاصيل بتاعت الايه، لو انا مثلا هعمل تعشيق هعمله ازاي، هعمل التفاصيل بتاعته ازاي، هظبط ال 3 دي موديلنج بتاعه ازاي. تمام. طيب فاحنا عملنا بنفس الشكل الاتي ده كده. انا ضروري بقى دلوقتي اخد 1.5 سنتي اهو، يبقى انا كده هكتب 1.5 سنتي بنفس الشكل الاتي ده كده، ده سمك الخشب. لكن هنا انا المفروض اخد التعشيق، يعني قبل ما انا اعمل الكلام ده كله المفروض ان انا اخد التعشيق. لكن في البداية تعالوا مثلا ان احنا نضيف 1.5 سنتي اهو، ده سمك الخشبة مثلا اللي هتكون موجودة اهو نفس الشكل الاتي ده كده. تمام. طيب احنا ممكن نحط في ظهرها خشب تاني 1 سنتي عشان طبعا نعمل الميكانيزم، ميكانيزم بقى بتاع التعشيق. فالميكانيزم بتاع التعشيق ده مش شرط ان هو يكون 1.5 سنتي، يعني لو احنا هنستخدم نفس السمك الخشب هيبقى 1.5، لو احنا مش هنستخدم نفس السمك الخشب هيبقى ايه، ممكن نعمله مثلا 1 سنتي. طيب عشان نشرح الكلام ده بشكل سريع كده، ده قطاع جانبي مثلا من الايه، من الدرج نفسه. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل زي خشبة كده اهو، الخشبة دي هتبقى لازقة في المكتب من جوه، وفي نفس الوقت هنا هنكون سايبين لها مساحة فراغ عشان نبدأ ان احنا ايه نشتغل عليها. طيب فانا هسيب ال1.5، انا هسيب دلوقتي كده، هنعتبر ان هي 1.5، طبعا الستريب بتكون 1 سنتي مثلا، حاجة بسيطة يعني عشان برضو ما تأثرش الايه الدراج معانا. هنرجع ان احنا نعمل ميرور، نتأكد ان احنا ضاغطين شيفت عشان ما يحصلش نفس اللي حصل في الجزء اللي فات ده. طيب وهاخد كوبي، هاخد اهو كوبي ده كده، بس طبعا هناخد من الاطراف من هنا بنفس الشكل ده كده، وهاجي على الجزء ده واعمل له برضه ميرور. وتعالوا كده نتابع نشوف ليه احنا اخدنا له ميرور. طيب انا عندي الجزء الاول ده، ده سمك التعشيق، المسافة الداخلية بقى دي، ده مساحة الدرج الاساسية بتاعتي. يعني ايه بقى الكلام ده كله؟ ان احنا ده كله احنا شغالين على بلانات، لسه الايه الكلام ده كله مش باين، مش هيبان الا لما نبدا ان احنا نعمل ايه الكتله ال 3 دي. يعني ايه ببساطه الكلام ده كله؟ معناه ان انا القاعده بتاعه الشغل بتاعي هتكون اهو من هنا دي كده لحد هنا، انا رسمت عليها ريكتانجل نفس الشكل الاتي كده عشان ما نعيدش ان احنا ايه نقعد ان احنا نحسب. وهبدا ان انا اجي اهو كده عشان نشوف، وهديها سمك اللي هو كام، 1.5 سنتي بنفس الشكل الايه الاتي ده. تمام. وممكن كمان ان احنا نخلي ده اصغر، يعني ممكن ان احنا نخلي القطعة دي مثلا من هنا، يعني من الكتلة مثلا من هنا، من بداية هنا لهنا. لكن ايه الفرق اللي احنا عملناه؟ ان انا هخلي الكتلة التانية اللي هو بتاعت الدرج هتطلع من هنا، اللي هي تطلع بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ايه في المسقط ده كده دلوقتي اهو من هنا. طيب لو احنا كنا مثلا صغرنا الشكل اكتر كانت هتبدأ ان هي من هنا، اللي هو فرق الايه السنتي اللي موجود ايه في المنطقة دي كده. طيب فده معناه ان انا احتاج ان انا اقيس السمك تاني، هنلاقي ان هو اقل 1.5 اللي هو بقى كام، 8.5 سنتي. طيب تعالوا ان احنا نستكمل. يبقى انا دلوقتي محتاج حاجة سمكها 8.5 في 1.5 مثلا، وممكن ان احنا نعمل لها ايه اكسترود مثلا على الكتلة ايه كلها اللي هو القطاع الايه الجانبي، او 8.5 مثلا، وناخد السمك كامل بتاع الايه الشكل اللي هو احنا عارفينه ان هو كام، نفس النمط ده كده 54. يعني معناه ان انا هرسم، محتاج ان انا ارسم شكل 8.5 في كام، في 54، نفس الشكل ده كده، ده اللي هو الايه مثنى بتاع الدرج الجانبي. هعمل له اهو السمك بتاعه اللي هو 1.5 سمك التعشيق بتاع الخشب اكسترود بتاعه اهو نفس الشكل الاتي ده كده. وانا محتاج ان انا اخد الشكل ده واعمل له روتيت، يعني هو ده اهو هنا كده، بس انا محتاج ان انا اعمل له روتيت كده. طيب بعد ما عملت له روتيت هنعمل ايه؟ هنعمل موف عشان نتاكد ان هو مطابق للمكان بالظبط اهو كده، هاخد الموف من الطرف ادي بنفس الشكل كده. انا كده عملت الجزء بتاع الايه الدرج. ممكن ان انا اجي اروح جاي اعمل له ايه ميرور، ادي اهو بنفس الايه الشكل بتاعنا اللي احنا ايه شغالين عليه. طيب لو انا هيكون عندي بروز، تعالوا كده احنا كده بقى في شكل اوضح اكتر عندي في الديزاين اللي انا ايه شغال عليه. انا التعشيق هيكون واخد جزء قد ايه مثلا؟ انا هخليه مثلا 1.5 في 1.5 اللي هو 1.5
واحد وايه ونص بنفس الشكل الاتي ده كده. فالتعشيق عندي هيبقى حاجة عاملة كده. فانا محتاج ان انا يكون ايه عندي هنا مجرى. يعني ايه مجرى؟ ما هو ده لازم أن يكون داخل مثلا جزء شوية كده، يكون احنا محددين القيمة بتاعته بحيث ان هي تكون واضحة. فانا ده معناه ان انا ممكن ان انا اروح جاي مخلي بقى ايه، ارسم المجرى دي 2 سنتي في 2 سنتي، اللي هو 2 سنتي في 2 سنتي، بحيث برضو ان هي تكون قوية وتستحمل. ادي اهو. طيب مش بس كده، هحتاج ان انا ازود على القاعدة مثلا نص سنتي. زي ما انتم شايفين كده بعد ما احنا عملنا اهو، هنلاحظ ان سمك التعشيق بسيط جدا. لا احنا عايزين مجرى يكون فيها ايه اقوى، او جزء اقوى شوية. ده لو احنا عايزين نعمل حاجة بقى متينة بالسنتي. بس احنا طبعا ايه، احنا دلوقتي عشان بنعمل موديلنج مش ضروري قوي ان احنا ناخد بالنا من ايه من التفاصيل دي، بس انا بوضحها لكم عشان نبقى عارفين كويس احنا بنعمل ايه ايه في الديزاينز بتاعتنا. طيب وهبدا ان انا اجي كده، انا عايز منطقه النص من هنا اهو الميد، هشد خط. ليه خدنا منطقه الميد؟ عشان انا محتاج ان انا اوسطن ده بنفس الشكل الاتي ده كده على الايه على الاحمال. وهاجي ان انا على الجزء ده كله اروح جاي اعمل ايه اكسترود. بصوا بقى هنا، تعالوا نرجع كوبي. انا محتاج ان انا اعمل اكسترود بس مش يعني مثلا ايه، هيزيد جزء بسيط عن الشكل، وهنعرف هو ليه بيزيد جزء بسيط، وممكن يبقى بالملي على الشكل، بس احنا ايه ادينا ضايفينه بنفس الشكل الاتي كده. دلوقتي احنا محتاجين نستخدم تول من التولز بتاعت السودا عشان احافظ على الشكل ده واحافظ على ده. فهنلاقي اهو شكلها اللي هو قطعتين، واعمل ايه ده. اقول لك سيلكت الكاتنج سيرفيس، اختار مثلا ده نفس الشكل الاتي ده كده اهو. ولا تعالوا نرجع، هنعمل سيلكت مظبوط اهو، هيقول لك سيلكت بعدين انتر بعدين سيلكت بعدين ايه انتر، هعمل ده الديليت. طيب احنا هنا في تقاطعات مش ظاهرة عندي، فانا لو جيت كده اهو، تعالوا نخفي مثلا الكتلة دي عشان برضو تكونوا انتوا شايفين اهو القطاع. انا عملت لها اخفاء بس عشان هي باينه ان كان مفيش حاجه حصلت، لكن انا عايزكم تشوفوا التعشيق عامل ايه ازاي، وهنظهر ده. طيب هل المقاسات دي في التصميم او التنفيذ صح؟ طبعا لا، المقاسات دي مش صح. ليه بقى المقاسات دي مش صح؟ لان انت محتاج حاجه اسمها توليرانس، او نسبه تفاوت بسيطه جدا تبقى في الشكل عشان المجرى تكون كويس. طيب شوان صباح، احنا بنرسم بالمقاسات هنعمل الكلام ده كله ازاي؟ اقول لك والله، واحنا في وقت التنفيذ انا برسم على نفس المقاسات اللي احنا رسمناها على 3 دي موديل، بس وقت التنفيذ بدخل مثلا الشكل ده ان هو يتصنفر، ياخد وش صنفره، او يدخل مثلا على ماكينه الربور ان هو يشيل لي اجزاء ايه بسيطه منه، بحيث ان انا يبقى عندي ايه تولرنس، وبجربه قبل ما انا اعمل اي حاجه ثانيه. يعني قبل ما اركب اي حاجه ثانيه بجرب الايه الجزء ده. طيب انا دلوقتي خدت الجزئين دول كده، دول اكتملوا صح؟ فانا ده دلوقتي احنا عايزين نمسح ايه الشكل ده كده اهو. فانا هاجي لدول كده واروح جاي اعمل لهم ايه ميرور، ادي بنفس الشكل ده. يبقى انا كده معايا الجزء بتاع الايه الدرج. مش بس كده بقى، لسه عندي جزء مهم قوي، وهو نسبه الايه التفاوت. في حاجه مهمه برضو انا هقول لكم عليها دلوقتي بس واحنا ايه واحنا شغالين. طيب انا عندي بقى الجزء الايه النهائي في المنطقه اللي هي ايه بتاعه الايه الظهر. طيب فانا منطقه الظهر انا محتاج ان انا بقى ايه اغطي كل الكلام ده كله مره واحده. فانا هاجي اهو مثلا سوليد، وهاخد الكتله كلها المره دي عشان تبقى ايه متينه، وفي نفس الوقت ماسكه الشكل يعني قدره كويسه، مش بس ان هي ايه طلعها ايه اي حاجه اللي هو دي كده. وهاجي اروح جاي اعمل لها ايه اكسترود مثلا واحد ونص واحد ونص، ادي اهو كده. ومحتاج ارجع بقى بايه بالشكل اللي احنا عملناه ده لورا خالص لاخر الشكل اهو، ادي موف نفس الشكل الاتي ده كده نفس الشكل ده. طبعا تعالوا كده نظبط الاجزاء دي بحيث ان هي يكون معمول لها ايه التفاصيل. طيب احنا ممكن نخلي دي كدائره للاخر، وممكن احنا نكت منها اللي هو الجزء بتاع ده بتاع المجرى نفسه، ان هو المجرى تكون ثابته على نفس الشكل الاتي ده، وممكن ان هي تكون تثبت يعني انا اشيل الجزء اللي في الاخر ده بحيث ان هي ايه يبقى انا عارف الدرج لما يبدا ان هو يركب يكون راكب على ايه اخر ايه جزء. انا الشكل ده كده عملنا له ميرور اهو كده الدرج بالاجزاء ايه بتاعته. طيب هبدا ان انا اخد من ده كوبي. هو طبعا المفروض ان الكتله دي كلها تدخل فين؟ تدخل
جوه، لكن انا هاخد مثلا كوبي بس عشان نبقى شايفين الديزاين بتاع التصميم او الدرج اللي احنا عملناه شكله عامل ازاي بقى في النهاية. ادي اهو نفس الشكل الاتي ده كده. تعالى كده ان احنا اهو هنعمل بس موف من الميد للميد عشان يبقى برضه بالايه بالميلي. تعالوا كده بقى نشوف شكل الدرج عامل ازاي. ادي شكل الدرج، دول ثابتين؟ لا، الاجزاء دي اهو تعالوا هنخفيهم اهو دلوقتي. دي الاجزاء اللي هي فين راكبه، هنا في العلبه دي، العلبه اللي في المنطقه دي كده اهو. هكبر لكم برضو الشاشه، دي الاجزاء اللي هتبقى راكبه في العلبه اللي ايه هنا، وده شكل الدرج. طيب في حاجه بقى مهمه ضروري ان انا اقول لكم عليها برضو من التنفيذ دي، في حاجات بتاعه التنفيذ بتاعه الخشب، ان انا طبعا القاعده مش هتكون بنفس سمك الخشب اللي هو الكبير اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. تمام ليه؟ لان احنا يعني طبعا ده محتاج ينزل بس كده شويه عشان يكون مظبوط، معلش اهو. يعني طبعا لما بنيجي نعمل القاعده دي بنعمل بقى زي تعشيقه هنا اللي هو خلوص كده صغير زي البانل اللي احنا عملناها دي، بس بسمك صغير جدا، وده غالبا بيبقى له حبل كاش يعني اللي هي القاعده دي، ما بتكونش بنفس السمك ده عشان برضو الدرج ما يكونش ايه تقيل ومحمل. فانا طبعا هبدا ان انا اجي اعمل كده واروح جاي اعمل اظهار تاني، فده كده شكل الايه الدرج. الدرج ده طبعا هكرره على نفس الاشكال دي. طيب بعد ما بخلص البروسيس دي كلها، يعني انا خلاص عملت الادراج وكل الكلام ده كله، الكلام ده بقى بيساعدني في ايه؟ يعني ليه راينو هيساعدني عن باقي البرامج؟ هيساعدك في باقي البرامج ان انت تقدر تطلع دلوقتي الافراد بتاع الشكل. يعني ايه تطلع الافراد بتاع الشكل؟ انت تقدر ان انت تاخد كل الاجزاء دي كده ترصها على شيت الخشب بكل بساطه. تبدا ان انت تيجي مثلا اهو، انا مثلا عايز اجيب افراد الدرج ده، طبعا الافراد بيبقى مانوال لكن سريع. يعني انا هاخد مثلا كده اهو شيت الخشب مثلا معايا ايا كان، انا هحط اي حجم كده عشوائي ماشي، وعايز انا اجيب بقى الافراد بتاع الايه الشكل ده. ادي اهو، وهنقول لكم بكل بساطه ازاي الافراد يجي اهو. هبدا ان انا اجي كده وهعمل اهو على كل الاجزاء المستقيمه، هبدا ان انا الفها عشان تكون ايه، ادي اهو كده، ادي اهو كده، وهبدا ان انا اجي على كل الكلام ده كله اهو من هنا، واروح جاي بقى محدد انا محتاج ايه. اللي هو مثلا انا هاخد الجزء ده كده، هاخد الجزء ده، هناخد الجزء ده، مش بس احنا هنسيبهم بنفس الترتيب العشوائية دي، لا ده احنا بعد ما بس نبعدهم كلهم عن بعض، او اللي هو يعني نفرق الكتل عن بعضها. طبعا هيبقى فيه لاينز كده بتاعت الرسم اللي احنا كنا شغالين عليها، احنا عايزين نبعد عن اللاينز دي نمسح عشان برضو ما تسبب لناش ايه اي عطلة. طيب هنعمل ايه بقى اهو بكل بساطة، ادي كده موف، وهبدأ ان انا اروح اجي اعمل كده، هاجي مثلا على الشكل ده كده اهو موف، واروح جاي واخد الشكل كأني بقى بشتغل كاد عادي. بس دلوقتي بعد ما خلصت التصميم ومتأكد من كل مقاس بتاعي في الفيجواليزنج اللي انا عملته، اقدر ان انا ايه اشتغل، ادي اهو كده اقدر ان انا اجيب الكتله دي مثلا نفس الشكل. يبقى انا كده معايا ده شيت التقطيع بتاع الايه الدرج بالكامل، اللي هو بالمناسبه وانا شغال ده بيساعدنا كتير جدا ان انا اكون عارف انا هصمم مثلا منتج جديد، وحده اساس جديده، انا محتاج ضروري اكون عارف انا هحتاج كام شيت عشان ما يكونش معايا تهدير، وفي نفس الوقت اعرف انا ممكن ان انا اديت حاجه اظبط حاجه. زي ما انتم شايفين 51 سنتي في 74 ده طول القطعه اللي انا محتاجها عشان اعمل الايه الافراد بتاع الايه الدرج الاول اللي احنا اشتغلنا عليه. طبعا محتاج درجين، فضروري هروح جاي اعمل ايه، ادي اهو هروح جاي شادد كده بنفس الشكل الاتي كده، واعيد طبعا الترتيب عشان احصل على افضل تقسيمه للايه للفرخ بتاع الايه الخشب اللي انا ايه شغال عليه. طيب تعالوا بقى نستكمل ده كده القاعده. طيب في جزء تاني احنا ممكن نعمله، يعني اللي هو ارفف، يعني التيبل اللي احنا صممناها دي كده يبقى فيه موجود منها الايه الارفف. طبعا تعالوا بقى نرجع كده كنترول زد كنترول زد اللي هو عشان نرجع للايه تمام، نرجع لشكل الدرج. يعني ادي اهو
احنا عايزين نركب الدرج، فاحنا هنركبه فين؟ اهو هجيب المسقط ده كده، نتأكد بس ان احنا حركنا كل الكتل. طيب تمام، اتحركت. ده هو طبعا دلوقتي بقى احنا عايزين نركب على الشكل نفسه، فادي اهو ادي الميد بتاعي، ادي الميد هنا، وهروح جاي مدخل نفس الشكل ده كده. طيب فرضا انا عايز اخلي في درج يعني بارز بقى في الحاجات دي كلها، انا ممكن اجي اعمل الكلام ده كله كده ما عدا القطعتين دول اللي هما القطعتين الاساسيين، اعمل لهم يعني زي جروب اهو. هنعرف ده ليه دلوقتي اهو، هقرب انا دول كده واروح جاي ضايف لها الواجهة بتاعت الايه الشكل دي كده، واعمل لها برضو ايه جروب، واروح جاي مطلع الشكل ده كده. تعالوا كده بقى نبص على 3D موديل بتاعنا اللي احنا عملناه اهو. يبقى انا دلوقتي بقى عندي الموديلنج بتاع الايه المكتب. الدرج اللي تحت ممكن اكرر نفس اللي انا عملته ده، واكرر نفس البروسيس اللي احنا اشتغلناها دي على كل الادراج لحد ما يطلع الايه الحاجة. طيب المكاتب اللي من النوع ده فيها جزئين، يعني ايه بقى فيها جزئين؟ يعني في ان انا اكرر دي كمان واحدة وايه اشتغل عليها. طيب تعالوا نوصل للجزء بتاع القرص، نقول لكم برضو الاختلافات اللي احنا ممكن نعملها في الايه في المنطقة دي، بس مش دلوقتي. تعالوا ناخد بقى ايه التفاصيل بتاعت القرصة، القرصة اللي هو السطح بتاع الايه المكتب. السطح بتاع المكتب طبعا، لان احنا معظمنا شغال مصممين او رسامين او ديزاينرز او غيره او ايا كان، بنحتاج حاجة كتير جدا على المكتب، فمساحة المكتب العادية اللي هي 120 في 70 مش مناسبة معانا. انا عن نفسي المكتب اللي انا شغال عليه مساحته 150 في 70 ايه سنتي، فانا هكتب 150 في 70 ايه سنتي، او ممكن هي تكون 60 ايه سنتي. طيب يعني ده على حسب. طيب الواح الخشب غالبا في عرض منها بيكون 15 او غيره، فانا هوريكم جزء بسيط جدا احنا ممكن احنا نعمل. طبعا احنا ممكن نجيب ده ام دي اف ونديله مثلا وش طلاء، او مثلا نديله ايا كان الخامه اللي هي تاخدها، فده هاجي ان انا كده اعمله بسمك 2.5 مثلا اهو، 2.5 او 2 سنتي اهو، 2.5. انا بس عايز اوريكم شكل المكتب لو دي قطعه خشب كامله اللي هي مثلا لوح ام دي اف، وهوريكم برضو حاجه تانية لو احنا بقى عايزين نعمل ايه مكاتب بطريقه تانية، عشان برضو تعرفوا ان 3 دي موديل ده مش مجرد بس حاجه انا بكون شغال عليها، وبالذات ان راينو بيساعدنا كتير جدا ان احنا نوصل نطلع كل الكلام ده كله في شكل بسيط ايه جدا. انا هاجي هاخد الشكل نفس الشكل النمط اللي كده اهو، عشان برضو ان احنا نكون شايفين الحاجة ادي اهو كده. طبعا المفروض ان احنا نكون مخلينها متلامسة، بس انا بعمل حاجة ايه يعني سريعة، مش عايز ايه تفاصيل التفاصيل، انا بس عايز اوريكم فيجوال للايه لشكل المكتب. يعني ادي اهو ده كده، وده كده ممكن بقى ان هو يكون ايه يعني جاية مثلا ببروز بسيط، وفي نفس الوقت جاية من ايه من بروز ايه امامي نفس الشكل الاتي ده كده، بقى عندنا الايه شكل المكتب. طبعا احنا ممكن ندخل ده سنة عشان برضو ما يبانش ان هو ايه في سيمترية في الشكل. تعالوا كده ناخد للجزء ده مثلا يعني رندر سريع اهو، زي ما انتم شايفين كده ده شكل المكتب اللي احنا شغالين عليه. طيب في ايه تاني ممكن ان هو يتعمل؟ والله في اجزاء كتير جدا ان هي ممكن تتعمل في الناحيه التانية، ان هي ما تكونش كلها دراج، يعني المكتب بتاعك ما يكونش كله دراج. طيب ده ممكن احنا نعمله بقى ازاي، او ممكن احنا ننوع ازاي؟ انا اوريكم دلوقتي بقى ان احنا ممكن ايه ننوع ازاي. طيب اول حاجه انا محتاج ان انا اخد كوبي من المكتب ده كده اهو نفس النمط الاتي ده كده، عشان الكوبي ده احنا هنمسح من عليه كل اللاينز بقى والحاجات دي كده، عشان يبقى برضه باين في الايه في الريند. وفي نفس الوقت انا هاخد كوبي من الضرفه التانيه دي اللي هي دي كده اهو، وهعمل كده. في حاجة مهمة أنا عايز أوريها لكم، أنا جاي بسلكت كده يعني من الشمال الاتجاه ده عكس ما أنا بسلكت كده. أنا لو بسلكت في اتجاه كده هتلاقي إن أنا أي حاجة في السلكشن هنا لا، لازم تكون محدد السلكشن كامل. أنا مثلا عايز أسلكت مثلا الحتة دي، لو بسلكت من اليمين للشمال اللي هو في اتجاه ده كده، لو لمستها بس الكتلة هيعملها، هنا لا أهو، هنا لازم تكون مغطية الكتلة إيه كاملة. دي بتساعدنا برضو إحنا إيه شغالين إن إحنا نوفر وقت وكلام زي ده. طيب انا هبدأ ان انا امسح كل التفاصيل دي هنا اهو، لازم برضو بس نتأكد فين الكتلة اللي احنا اشتغلنا عليها، عشان هوريكم حاجة مهمة جدا. وبرضو الديزاين ده يعني مشهور، مش
مش حاجة بسيطة. انا هبدأ ان انا امسح بنفس الشكل الاتي ده كده اهو، انا مسحت كل الكلام ده. وفي نفس الوقت الحاجة الوحيدة اللي انا محتاجها هي ايه؟ هي كتلة البوكس دي. فانا برضو اروح جاي عامل ايه كده، ارجع عشان انا مش عايز اللاينز الاساسية اللي موجودة هنا دي كده برضه، عشان ما بهدديش الايه الشكل والنافيجيت. وهعايز اخد الكتلة دي اهو كده. انا هوريكم دلوقتي حاجة تانية ممكن ان هي تتعمل في الجزء التاني من المكتب. طيب يبقى احنا كده خدنا ده، تعالى كده نمسح الدرج ده احنا مش محتاجينه. ودي الكتلة، انا كل الخطوط دي مش محتاج منها اي حاجة في الحقيقة اهو. هنعمل ايه بقى؟ انا هاخد على الاطار الداخلي هنا كده شيب، خدت شيب، هاخد الشيب ده كده اهو هجيبه هنا. اعتقد ان انتوا كده ممكن تكونوا توقعتوا اكتر احنا هنعمل ايه. ايوه هنعمل درج بيفتح وفيه مجرد دراج، مش او اللي هي ارفف مش دراج، نفس الشكل كده. واروح جاي عامل ممكن ادي ترم على طول من الاول، تي ار اي ام، سيلكت الشكل كله، وهروح جاي قاصص الايه المنطقة دي كده واضغط انتر. ادي والله على الشكل ده كده هروح جاي اعمل له كله ايه اكسترود بسمك 1.5. طيب فبنفس الشكل الاتي ده كده اهو بقى عندي. طيب انا هنا بقى ممكن احط اي كم دراج انا عايزها، بس برضو تعالوا ناخد الافراد بتاع الدراج هيكون عامل ازاي اهو. هيبقى انا عندي الدراج، لان طبعا ادي الكتلة دي كده، تعالوا ان احنا ناخدها في المكان الصحيح بتاعها بالملي اهو كده، اللي هي على قدر المكان ايه بالظبط اللي احنا ايه موجودين فيه. يبقى انا عندي طول الدرج هيكون منين لفين بقى؟ ايوه من هنا لهنا، وهسيب ها جزء بسيط هنا عشان ما يحكش في الايه في الشكل بتاعنا اللي احنا ايه شغالين عليه. ادي كده اهو، واروح جاي عامل لدي على طول ايه اكسترود اللي هو 1.5 سنتي. فانا هاجي اروح جاي مديها 1.5 سنتي نفس الشكل الاتي ده كده اهو للايه للكتلة اللي احنا ايه لسه عاملينها. تعالوا كده نشوف الكتلة دي بقت موجودة فين اهو. فانا هبدأ ان انا انزل كده مثلا اهو كده رف، هاخد كوبي كده رف تاني، هاخد كوبي كده رف تالت، هاخد كوبي كده رف ايه رابع. مش بس كده، طب احنا عايزين بقى نوضح، هدي اوردر اسمه روتيت عشان اوضح بقى 3 دي موديل بقى بتاعي اهو من مكان المفصلة مثلا، ان كان المفصلة بقى تبقى عاملة ازاي، اروح جاي اعمل ايه فاتح الشكل ده كده ادي اهو. ايوه بالملي كده بالظبط زي ما احنا عايزينها كده. فزي ما انتم شايفين يبقى انا كده عملت جزء تاني، يبقى انا عندي اما ان انا استخدم الرفوف او ان انا استخدم الحاجه الايه التانية. طيب زي ما قلنا احنا هنا الشكل ده بقى عايزين ننضفه بقى من كل الايه الارقام والحاجات دي كده كلها. في الحاله دي من هنا كده انا مش عايز الضرفه دي خالص، فانا هسلكت من شمال ديليت، وهنا دي كده اهو ده كده اهو. وهاجي من هنا اسلكت الكتله دي عشان ارجع، عشان انا عارف ان هي تسيب وراها ايه اهو 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 اهو، واروح جاي مثلا راجع كده تسيب لي الفريمز دي كلها انا مش محتاج اعملها ديليت. طيب ادي اللاين ده برضو همسحه، وهجيب بقى الكتله التانية اللي انا عملتها دي كده اهو، ونحطها بقى على الايه على المنطقه التانية اهو هنا دي كده. بس طبعا ان هم يكونوا ايه موازين يعني مظبوطين ليه لبعض، يعني ان انا اخد الكتله دي مثلا كده اتاكد ان هي موازيه ليها يعني. بس ده طبعا ده حاجات بقى في التركيب بقى الايه النهائي بتاع الاساس وحده الاساس يعني. وزي ما انتم شايفين كده اهو، يبقى انا كده عملت مكتب كامل قابل للتنفيذ، وعارف الشيت بتاع الانتاج بتاعه اقدر ان انا اطلعه في اي وقت، وفي نفس الوقت بالملي، مش مجرد ان انا ارسم شيب او 3 دي موديل، بالعكس ده انا بستخدمه عشان ان انا اصنع بيه بقى الحاجات الاساس ايا كان. ده كان تمرين بسيط جدا، لكن البروسيس دي مهمه ان احنا ناخد بالنا احنا شغالين على ايه، بننفذ ايه، التصاميم بتاعنا بتكون طالعه ازاي. في نفس الوقت ده مهم جدا، السوفت وير بيساعد على البروسيس دي، مش ان انا بقى اقعد ارسم كاد وابدا ان انا اظبط. لان بعض الاحيان زي ما انتم شايفين كان في بيبقى في خلوص مثلا تعشيقات مثلا حاجات زي كده، انت ممكن تغلط مثلا بالغلط وانت بتطلع مثلا 2 دي او مساقط، تروح جاي مكملها للاخر، تيجي تكتشف في الاخر ان في خطا تعشيق. فده بيساعدنا كتير قوي ان انا وانا شغال اطلع الفيجوال بتاعي بالملي، انا خلاص انا عارف ان انا الموديل بتاعي هيكون طالع مظبوط، وفي نفس الوقت هيكون ايه كل التفاصيل بتاعته
طالعة زي ما انا ايه عايز. ده كان التطبيق بتاع درس النهاردة، زي ما انتم شايفين ده المكتب النهائي اللي احنا طلعناه، واشوفكم في الدروس الجاية.